الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السائل بيقول: هل يجوز تعليق الكمون للأطفال؟ تعليق الكمون للأطفال لا يجوز، لأنه ده يعتبر من التمائم، والكمون في أصله علاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال: الحبة السوداء شفاء أو دواء لكل داء. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث تكلم عن الناحية الطبية لحديث الحبة السوداء، قال: واكتشف أو تكلم الأطباء عن الأدوية المستخرجة من الحبة السوداء، فذكر منها ابن حجر رحمه الله تعالى أكثر من 20 نوعا من أنواع الأمراض هي تداوى بالحبة السوداء بطريقة استعمال معينة. وذكر كذلك ابن القيم في الزاد وفي الطب النبوي إن الحبة السوداء هي دواء، تستخدم كدواء، والإنسان يستشفي به ويتعالج به. ومنها الزيت بتاع الحبة السوداء برضو يستعمل كعلاج، علاج الرمد وعلاج أمراض الحلق، أيضا يساعد على علاج أمراض الحلق وأمراض البطن والجروح وغيرها من أمراض كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. لكن كونه يعلق ده ما في عالم قالوا. انت تجيب الحبة السوداء تعلقها، انت بتعلقها ليه؟ التعليق ما عنده علاقة مع العلاج. ده زي الليلة الواحد اللي بيمشي للطبيب يصرف له للصداع حبوب بتاعت بنادول، يجي يشيل البنادول يربطها جنب ضانه، ده ما حيستفيد منها حاجة. وما بنقول البنادول هو ما من الأدوية، هو من الأدوية لكن ما بيربطوا هنا. وكذلك انت الحبة السوداء ما بتربطها زي ما رابطينها كثير من الشباب، واحدين عاملينها قشرة، واحدين يقول لك هي شفاء من كل داء، وانا بخطها هنا من العين. ما في عين بيسووا لها حبة سوداء، فهمت؟ العين انت بتتعوذ في الصباح وبتتعوذ في المساء، اذكار الصباح واذكار المساء. انت بتقرأ آية الكرسي في الصباح وبتقرأ آية الكرسي في المساء، دي كلها بتحجب عنك العين. انت بتحافظ على صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة. من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى ينسي. دي كلها من الأشياء اللي بتحفظك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، يعني انت جيت قعدت زي القعدة بتاعتك دي، ولا دخلت مطعم، ولا خشيت بيتك، ولا بيت الجيران، انت لما دخلت قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شفت دي حماية وتحصين لك، انت لا داير تشيل حرز الناقة، ولا كمان انت تربط لك ورقة، ولا تربط كمون، ولا غيرها من الأشياء الباطلة. دي كلها من الأشياء دخلوا الصوفية، صوفية دخلوا في الناس هوس في بتاع ورق، ورقة مربوطة هنا، ورقة مربوطة في رقبتك، وغيرها وكمون. ده كله يا أخواننا ما بيجوز، وده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، السائل بيقول: الصوفية يقولون البرعي يقرئ القرآن، وأنتم تقولون مشرك، بين لنا ذلك. شوف كون زول بيقرئ القرآن يا أخواننا ولا يعمل بهذا القرآن، لا ينفع القرآن أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري، قال: والقرآن حجة لك أو عليك،
انت قال قراءه القران برا بتكفي؟ ما بتكفي برا، لا بد من العمل بهذا القران والفهم الصحيح لهذا القران. الخوارج زمان كان بيقروا القران ولا ما بيقروه؟ كان بيقروا القران. جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يعني لما نجي الخارجي، والخارجي ملعون، لما الخارجي يجي يقرا القران الصحابي بيحقر قرايته مع قراءه هذا الخارجي. قال ابن عباس كما نقل ابن الجوزي في التلبيس وغيره، قال: مررت بقرية الخوارج. لما ابن عباس رضي الله عنه استأذن عليا في مناظرة الخوارج جمارب القرية بتاعتهم، قال: ويسمع لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. بالليل زي النحل بيقروا في القرآن، نازل بيقروا القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم. ما نفعهم القرآن، لماذا يا أخواننا؟ لأنهم ما عملوا بمقتضى هذا القرآن ولا فهموا القرآن الفهم الصحيح، لأنهم استخفوا بالصحابة، استخفوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخلوا، دخل عليهم ابن عباس، قالوا: ماذا تريد يا ابن عمي رسول الله؟ انت دار شنو؟ واحدين منهم جلسوا له وقالوا: نقعد نناقشوا. المجموعة الثانية عشان تعرف انه ما استفادوا من القرآن، قالوا: لا تناقشوا قريشا. قل لهم: ابن عباس ده من قريش، ما تناقشوا قريش، ربنا قال عنهم، دي الخوارج، قالوا: ربنا قال عنهم انهم قوم خصمون. قال لهم: قريش لا بتقدروا عليهم، ما تناقشوا. واحدين مرقوا ابو يناقشوا، الباقيين قعدوا حجاهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، كانوا 6000 رجع منهم 2000، دل رجعوا للحق، 4000 خرجوا فقتلوا، واخرهم قتلهم الحجاج ابن يوسف في عهده بعد عهد الصحابه. على اي حال انا دار اوصلك لنقطه واحده افهمها معي، ليس كل من قرأ القرآن معناه هو من أهل القرآن. لذلك جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن، قال: شفيعا لأهله الذين يعملون به في الدنيا. خد بالك، مش ربنا قال بس القرآن للزول اللي بيقراه، انت لابد تعرف المعلومه دي، لأن الصوفيه خدعوا الناس بمجرد قراءه القرآن. ليس كل من قرأ القرآن هو على خير، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفيعا لأهله الذين يعملون به. وخذ خط حيث يعملون به في الدنيا، قال: تقدمه البقره وآل عمران. بالبجن قدام، قال كأنهما غمامتان أو غيايتان، بتجي البقرة قدام، دين الناس اللي بيعملوا بالقرآن، هو حامل القرآن في صدره، بيحمل القرآن وبيعمل بمقتضى هذا القرآن، بتجي البقرة قدام، وآل عمران كأنها غمامة بتظلل صاحبة ظل فوق له يوم القيامة. ده لمنو؟ للذين يعملون به في الدنيا. خد بالك، المسألة مسألة عمل، ما مسألة فقط قراءة، أنت بتقرأ بلسانك فقط، أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال: أول من تسعر بهم النار. أنت قال النار دي واللعابة منو؟ وده لسه ما فاهمين، بس قالين زول قرأ قرآن خلاص. لا لا لا، القرآن ده لو ما فيه إخلاص وما فيه عمل، عمل بالقرآن ده، القرآن ذاته انت بتخش بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول من تسعر بهم النار منهم حامل القران. ده حامل القران يقول: يا ربي تعلمت القران وعلمته، فتقول له الملائكه: كذبت. كذاب،
ما انت ما قريت القرآن لله. قال فيقول له الله كذب وتقول له الملائكة كذبت تصديقا لقول الله تبارك وتعالى. كذاب هو حامل القرآن ده، أول ناس يقدرون جهنم لأنه قرأ القرآن ليقال قارئ. ده زي الجماعة هسه مالين الساحة إلا من رحم ربك، مالين الساحة الواحد بس بيعرف يطرق صوته ويقلد له واحد معين عشان يجي. قال لك في رمضان واحد بيحكي لي في رمضان قال القراء الواحد بيصلي الركعتين الركعة باثنين مليون، ده القراء في البلد دي هنا الركعة باثنين مليون يعني ركعتين بأربعة مليون، وبصلاه في الجامع ده وعربيته واقفة برا بتقسم، انتهى منها جري ور عنده جامع تاني ماشي له بيصلي أربع ركعتين بأربعة مليون، لما يتم ثمانية ركعات بيمسك 16 مليون ويمشي يرقد ينوم. دي ما نوعية قرأت القرآن إلا من رحم ربك، ده قروا القرآن ليقال قارئ. في النهاية عشان الجماعة يقول لك ده شيخ فلان جاء، شيخ فلان دخل، شيخ فلان مرق، ده أول من تسعر بهم النار. عشان كده أنت أفهم معايا المعلومة دي في الأول قبل ما أجيك لموضوع البرعي. أفهم معاي معلومة إنه ليس كل من قرأ القرآن يعتبر من أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين يعملون بهذا القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما نقل ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، شوف أهل القرآن كيف أنت بتتكلم ساي، ديل أهل القرآن الصحيح. ابن تيمية نقل الأثر عن عمر بن الخطاب قال حدد عمر بن الخطاب سعرا أو قدرا معينا للمهور، المهر بتاع المرأة عشان يسهل الزواج يعني، وده من فقه عمر رضي الله عنه، ده من اجتهاده. حدد قدر معين للمهور يعني ما في زول يزيد في المهر كذا، بس تدفع حاجة معينة حاجة رخيصة كده تتزوج والناس تتزوج كده، فهمت؟ فقامت امرأة مرأة في المسجد فقالت يا أمير المؤمنين قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر الخطاب أصابت امرأة وأخطأ عمر. دل على القرآن، ترجع للقرآن طوالي، لكن تعال ارجع لجماعتك شوف ناس برأي القوم تجي وتقول له ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية مش واضحة؟ يقول لك بناديهم يا زول، الله قال ما تناديهم، يقول لك بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم. ده مش ده من أهل القرآن هسه؟ أسألك بالله ده من أهل القرآن؟ وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من 20 آية في القرآن بل كل القرآن بينهى عن عبادة غير الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فلا تدعوا من دون الله ما ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ده مش كل قرآن، البرعي وين من القرآن ده؟ البرعي بجاي والقرآن بغالي، ما عنده علاقة مع القرآن. عشان كده لو جاء واحد قال لك انتوا ليه بتقولوا عن الجماعة ديل دعاة شرك مع انهم بيقروا القرآن، نقول له صح بيقروا القرآن، ما كذبنا، نحن ما قلنا ما بيقروا، بيقروا بيحفظوا القرآن، اي بيحفظوا حافظين كتار. هسه تمشي اقرا بجامع بجات اقول لها حفظت وين انت؟ يقول لك انا في خلاوي الزريبه، والبهناك ذاك حفظ وين؟ انا في خلاوي الغبش، وذاك في خلاوي الشكينيبه، حافظينه لكن افتح لي القران ده من اي حته؟ قول الايه دي بتشتغلوا بها ولا ما؟ يقول لك لا لا، نحن طبعا الشيوخ بتاعنا نقول انا ما تفسروا القران، كان فسرته بالجن. يا اخ معقول يا اخ تفسر القران تجن؟ وربنا سبحانه وتعالى
قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تقول لي ما تفسر القرآن؟ طبعا بيجيبوا لك بيضربوا لك المثل دي ما حياتنا نحن وده مجتمعنا كده. يضربوا لك المثل بواحد مجنون يقول لك شايف المجنون اللي بلقط في الأكياس ذاك؟ أي يقول لك ده أنت قال مشكلته شنو؟ ده فسر له آية بس. فسر له آية دي مش نجر من راسه يعني. لا لا فسر له آية معناها فهم له آية صح. فهم صح؟ اعترض على الشيخ، الشيخ قشط لك بسطونة ولا ربطه فهمت ستة شهور أكل ما في ويدقوا فيه والحيران الغلاد ديلك يدقوا فيه فكت منه مش بلقط في الأكياس يقول لك ده فسر له آية. يا زول ده دقيتوا انتوا ديل ما في آية بتضل الله زول يا مسلمين، ما في آية بتضل الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهمت؟ القرآن هدى، القرآن نور، القرآن بينات، ما ممكن يجنن زول. لكن طبعا دخل وهم في الشعب السوداني، وهم بتاع انك اوعى تحاول تفهم لك آية، اوعى تحاول تفهمها، بس الآية دي يقول لك احفظها على كده بس، يقول لك احنا مولانا بس ادينا الحروف دي بنحفظ تمام، افهم، يقول لك لا لا بس خلينا على كده، يقوم على حيله كب يا تحسونا فلحقنا. والقرآن كله بينهى عن الأمر ده بالذات. فهمت؟ الأمر ده كل القرآن يدور في أمر التوحيد كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم. طيب تاني في سؤال ده شكله طويل، سؤال قال نرجو الرد على شبهة الشيخ ينزل المطر ويرى الجنة ويحيي الميت. دي ما شبهة، دي كبة. الشبهة دي لما يكون في دليل ولا حاجة فهمه غلط تبقى دي شبهة، شبهة. لكن دي كذبة صاي. قال الشيخ بنزل المطر، ما بنزله، بس هذا الرد عليها، ما بنزله، لا لا بنزله. جيب واحد هسه جيب مطرة، ما فيها ناس، ما دي ما دي ما شبهة ذاتها. فهمت؟ هو يا أخي المشرك، أنت عارف الشبهة دي لو اديتها لأبو جهل، لو لميت فيه، لو لميت في أبو جهل وقلت له تعال نحن عندنا واحد قال الشيخ بنزل المطر، أبو جهل بيقول لك ده مشرك، مشرك بيقول لك. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء ليقولن الله. أها أبو جهل ذاته عارف اللي بينزل المطر دي الله. لما تجي تجيب له واحد من الجماعة ديل ممكن يختلف معاه ويقول له اسمع أول حاجة قبل أي حساب أنت مشرك، لأنه نحن كمشركين أصليين ذاته مسألة دي ما قلناها. نحن قلنا حاربنا النبي ذاته، النبي حاربنا نحن ديل وشاكلنا نحن والعداوة قامت بيناتنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له نحن ذاته مرحلة دي ما وصلنا. نحن يا أخي ربنا في سورة يونس قال قل من يرزقكم من السماء والأرض. شوف الأسئلة دي واضحة كيف. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قال لو سألتهم الأسئلة دي الإجابة شنو؟ ربنا قال فسيقولون الله. شوف الكلام ده كيف، دار كله المشركين بيقولوا اللي بيسويه الله. فقل أفلا تتقون، لأنه مشكلتهم ما هنا، مشكلتهم تمامة الآية ربنا قال فقل أفلا تتقون أي أفلا تعبدون هذا الذي تعترفون أنه يخلق ويرزق وينزل الرزق من السماء ويدبر الأمر، ليه ما بتعبدوا ده المعترفين أنه بيعمل الحاجات دي؟ دي مشكلة المشركين هنا، تمام؟ فعشان كده أنت لو قابلك واحد قال لك احنا الشيخ عندنا عقيدتنا المطر منزل الشيخ، قل لي انت لسه ما وصلت مرحله مشرك ذاتك، انت داير يشتغلوا معك دعوه عشان تصل مرحله مشرك، بعد ذاك ثاني بعد مرحله مشرك يشتغلوا معك دعوه عشان تصل مرحله مؤمن.
لأنه دي مرحلة تجاوز المشرك الأول ذاته. تقدر ترجعنا لأبعد من ذلك؟ الله المستعان، دي بلاوي كلها في البلد دي. إن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة، والسلام عليكم.